بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 124. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. وضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء. حياكم الله. هذا الأخ السائل يقول: في الآية الكريمة أرجو أن تقفوا معها وتفسروها، في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية من آخر سورة الزمر، وهي في مشهد يوم القيامة إذا قامت الساعة، خرج الناس من قبورهم وساروا إلى المحشر. حينئذ ترى الملائكة، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ترى الملائكة الكرام حافين من حول العرش، بمعنى أن الملائكة تحف العرش من جميع الجوانب، تحيط به من هول الموقف وروعة الحادث، يسبحون بحمد ربهم، ينزهونه عن النقائص والعيوب. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن حديث فيما معناه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. نعم، هذا فيه النهي عن المبالغة في زخرفة المساجد وتزيينها بالنقوش، إن هذا غير مشروع. المساجد إنما تبنى للصلاة لا للمباهات، الصلاة والعبادة لا للمباهات، ما يشغل المصلين بالنقوش والكتابات في جدرانها. يجب أن تخلو المساجد من ذلك، يتفرغ المصلون للصلاة. نعم. الأخ أحمد له مجموعة من الأسئلة، يقول: هل تتفاوت الحسنات فضيلة الشيخ؟ نعم، الحسنات لا شك أنها تتفاوت، وجميع الأعمال تتفاوت في درجاتها وفي فضلها وفي أجرها. أفضل شيء الفرائض، ثم بعدها النوافل، ثم العبادات التي يتعدى نفعها، ثم العبادات التي يقصر نفعها على الفاعل. نعم. هذا مصري مقيم بالرياض يقول: ما رأيكم يا شيخ صالح في تعجيل مؤخر الصداق وأيضا تأخيره؟ هذا حسب ما يتفقان عليه، ما يتفق عليه الزوجان من تقديم أو تأخير أو غير ذلك، هذا راجع إليهما. نعم. أيضا له سؤال يقول: خيار الغبن ما صفته، وما المحدد في خيار الغبن؟ الغبن هو أن يغبن أحد الطرفين، البائع أو المشتري، غبنا فاحشا، غبنا لم تجري به العادة، فإذا تبين له أنه مغبون فله الخيار بين الإمساك والرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يغبن في البيوع، فقال له: إذا بايعت فقل لا خلابة، أي لا غبن، هذا شرط يلزم الأخذ به. نعم. هذه السائلة تقول: لدينا في المنزل شيخ مجموعة من القطط، وهي تؤذينا بوساختها، ما الحكمة فضيلة الشيخ في طردها، وهل علينا شيء في ذلك؟ إذا كانت تؤذي فإنها تطرد، بل تقتل، إذا كان لا يندفع عليها إلا بقتلها فإنها تقتل، يفعل لشرها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل شيخ يقول عن تقليد الهدي، ما المراد بتقليد الهدي، وهل هو معروف سابقا في الجاهلية؟ الهدي ما يساق من الإبل أو البقر أو الغنم ليذبح في الحرم قربا إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان هديا واجبا أو هديا تطوعا، فإذا سيق من الحل فإنه يجعل عليه علامة أنه هدي، بأن يجعل له قلائد في رقابه، أو بأن يشرط الجلد حتى يظهر الدم فيمسح على سنامه، هذا شعار الهدي. والتقليد أن يجعل عليه قلادة ليعلم أنه هدي فلا يتعرض له. نعم. يقول: أرجو أن تشرحوا
معنى هذا الحديث؟ أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان أي أقوى عرى الإيمان التي يتمسك بها الحب في الله، أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، لأنه رجل صالح، لأن الله يحبه فأنت تحبه، هذا من أوثق عرى الإيمان التي يتمسك بها. والبغض في الله تبغضه لأن الله يبغضه، لأن يكون مخالفا لأمر الله، مستهترا في طاعة الله، فأنت تبغضه من أجل ذلك. نعم. ما حكم هذا القول نزلت البركة علينا بمجيئك أو بقدومك؟ هذه العبارة يا شيخ، هذا من باب التفاؤل، لا بأس به، من باب التفاؤل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه البال. نعم. يسأل يا شيخ عن العلم الشرعي، يقول هل تدريس العلم الشرعي أفضل من الأعمال الصالحة؟ نعم، تفرغ لطلب العلم أفضل من النوافل، نوافل العبادات، والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فطلب العلم لا شك أنه أفضل من نوافل العبادات، أفضل من الصلاة تطوع، ومن الصيام التطوع، ومن الصدقات تطوع. نعم. يقول هذا فضيلة الشيخ، بالنسبة للتقرب إلى الله مثل الأضحية، هل تذبح الأضحية في غير أيام الحج لو تقرب بها إلى الله، وهل تجزي؟ الأضحية إنما تكون في أيام الذبح، والهدي كذلك، هدي النسك إنما يكون في أيام الحج، فإذا انتهت أيام الحج فلا يذبح الهدي إلا إذا كان واجبا في ذمته بنذر أو وصية أو غير ذلك. نعم. يسأل يا شيخ عن صيام البيت الجماعي الاثنين والخميس للعائلة في البيت. الارتباط بالعائلة وبالإخوان وبالزملاء، الارتباط بهم هذا لا يجوز، وإنما كل يصوم بمفرده من غير اتفاق ومن غير موعد، الإفطار الجماعي يسمونه والصوم الجماعي، كل هذا لا أصل له، كل يصوم ويفطر بمفرده. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن إخراج التمر، هل يجزئ في كفارة اليمين؟ نعم، التمر من خير الطعام وأفضل الطعام. نعم. أحسن. بالنسبة للمرأة إذا كانت مشغولة، ما ضابط تأخير الصلاة، صلاة العشاء لها يا شيخ إذا كانت مشغولة في أولادها والمطبخ؟ نعم، لا بأس بذلك، ولا تفوت صلاة الليل، صلاة الليل إلى نصف الليل أو إلى منتصف الليل، وكل ما تأخرت فهو أفضل، إلا لمن يرتبط بجماعة يصلي معهم، فيصلي معهم في أول الوقت. نعم. يسأل يا شيخ هذا يقول على السلام على الأهوال، ما صفته؟ وهل إذا مرينا عند المقبرة نسلم أو لا بد من الدخول لها؟ السلام على الأموات على نوعين، سلام خاص بميت معين، هذا يقف على قبره مقابل وجهه فيسلم عليه ويدعو له، والنوع الثاني السلام على القبور عموما، فيسلم عليهم، يقبلهم بوجهه ويسلم عليهم بما ورد، السلام عليكم أهل القبور أو أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم. تقول السائلة الشيخ، ما الأمور الطيبة التي تجعل الحياة الزوجية ناجحة ومستمرة؟ أن يحسن كل من الزوجين مع الآخر السيرة والعشرة، وبذل الحقوق التي عليه له، الزوجة عليها حقوق للزوج. نعم. ورد حديث يا شيخ، تقول السائلة، بأن الدعاء مخ العبادة أو الدعاء هو العبادة. نعم، هذا هو الصحيح بالرواية، الدعاء هو العبادة، أما مخ العبادة فهذا لم يثبت، لكن الدعاء هو العبادة، يعني هو أعظم أنواع العبادة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم، الحج عرفة، أي الوقوف بعرفة، مع أن الوقوف بعرفة ركن واحد من أركان الحج، لكنه أعظمها. نعم. هذا الدعاء، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، متى يقال؟ يقال دائما، هذا سيد الاستغفار، كما ثبت أنه سيد الاستغفار، يقوله يكثر من قوله ومن التعليم.
التلفظ به. نعم. رفع الأصبع في الشهادتين فضيلة الشيخ، هل هو خاص بالرجال أو بالنساء؟ عام للمصلي سواء كان رجلا أو امرأة، إشارة إلى التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل ويقول بالنسبة لتلقين الميت بعض الشهادتين أو بعض الآيات القرآنية، ما المشروع عند موته؟ نعم، تلقينه الشهادة عند موته هذا هو المشروع، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ويذكر بذلك عند موته ليتلفظ بها ويكون آخر كلامه. نعم. فضيلة الشيخ يقول: إذا مرض الإنسان في شوال وكان في نيته صيام الست من شوال وصامها بعد شوال، هل تجزئه؟ لا، فات محلها، سنة فات محلها. نعم. كتاب البداية والنهاية، ما رأيكم فيها فضيلة الشيخ؟ هذا كتاب تاريخ للإمام ابن كثير، وهو كتاب جيد في التاريخ. نعم. أحسن الله إليكم، ورد يا شيخ خير الأسماء ما حمد وعبد؟ لا، هذا يجري على ألسنة الناس وليس حديثا. حديث الصحيح: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. نعم. أخيرا يقول: أخذ الأجرة على تدريسي لكفيلي لقراءة القرآن على أولاده وتحفيظهم، فأنا محتسب ولكن هو يريد أن يسعدني فيدفع لي أجرة لتحفيظهم. هذا شيء جيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، لكن إذا درست القرآن احتسابا لوجه الله فلا تأخذ شيئا على ذلك، ليبقى لك ثواب الاحتساب. نعم، ولو أخذت جاز لك ذلك، لكن تركه أفضل. نعم. فقرته الأخيرة يقول: لماذا لم نقرأ البسملة في سورة التوبة؟ لأنها لم تنزل قبلها، السور كانت البسملة تنزل قبلها وسورة التوبة لم تنزل قبلها، لذلك لا تقرأ قبلها. شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح وبارك فيكم على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. شكرا لكم أنتم أيها السادة على متابعتكم وعلى تواصلكم في هذا البرنامج، يتجدد اللقاء إن شاء الله. حتى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.